يعني. معلش اعذرني يعني. لسه بعيد عن مكتبي. انا عاوز بس ابعت لك الحاجات البيانات بتاعتنا واللجنه في الجامعه بس تقول ان احنا هنعمل كذا بس. هو ده بس البروتوكول بس يعني. دي العظام الحقيقيه. اللي موجوده. طبعا بندرسها يعني بندرسها ونقارنها بكل الديناصورات اللي شبهه في العالم كله سواء كانت في البرازيل او الارجنتين او اوروبا او اسيا فعشان كده هو خد مننا وقت طويل جدا فبنقارن العظام المكتشفه مع الحاجات المكتشفه قبل كده وبعد كده بندرسه ونشوف هو تبع انهي فصيلة أو أنهي مجموعة من الديناصورات فلما عملناه له لأنه هو مش شبه أي حاجة خالص هو جنس لوحده جديد ونوع جديد خالص محدش شافه قبل كده بس هو بيقع في مجموعة اسمها التيتانوسور أو الديناصورات الضخمة يعني 70 مليون سنة مفيش ديناصور اكتشف في إفريقيا كلها فده سبق كبير جدا لجامعة المنصورة طبعا ده أول ديناصور في إفريقيا؟ في الفترة دي في الفترة دي في الفترة دي في الفترة دي طبعا احنا سميناه منصوره سورس على شرف جامعه المنصوره. تقعد في الجبل المنصوره سورس مثلا احنا عندنا 21 يوم بخيام واخدين معانا اكلنا احنا اللي بنطبخ بناكل معلبات بناكل مش بنشوف اللحمه والفراخ دولت لان كل حد العربيه تدخل كده نجيب لنا ميه وتيجي انت تحفر في الصخر كنا محفور فيه كان هارد جدا الفريق اللي طلع المنصوره سورس هم اربع بنات ودكتور هشام واستاذ فرحات ده الفريق يعني اصلا بتتكلم على اكتر من نص التيم هو بنات هو بيقوم بعمليات الحفر هو طبعا مجهود عضلي شاق شاق جدا بالاضافه طبعا لصعوبات الكامب انت تقعد في مكان 21 يوم ما تخرجش يعني هو معايا بقى طلعتولك عنه اتفضل زينو 10